السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دوكس الكمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة وضع القفل على حسابك على الانستجرام، أو بمعنى أدق إزاي إن أنا أجعل حسابي على الانستجرام خاص. كتير مننا أو أسئلة، في ناس كتير سألتنا على تعليقات إزاي أخلي حسابي خاص، بمعنى محدش يقدر يشوف الصور أو المنشورات اللي على حسابي على الانستجرام بدون ما يبعت طلب صداقة ويتوافق عليه. لازم يكون من الأصدقاء اللي عندي وتم الموافقة عليهم. أول حاجة طبعا بنروح على تطبيق الانستجرام، نفتحه، نروح على الإعدادات، ومن الإعدادات نروح على حاجة اسمها الخصوصية. طبعا دي زي ما تعودنا، نروح على الصورة بتاعتنا اللي تحت دي كده، أضغط عليها علشان أروح على الإعدادات. الاعدادات ثلاث شروط دول بضغط عليهم، ينزل لي قائمه منسدله، بروح على كلمه الاعدادات، لو انت بالانجليزي طبعا تبقى سيتنج، بضغط على كلمه الاعدادات اللي تحت دي، ومنها بروح على كلمه الخصوصيه. شايفين احنا الخصوصيه علامه القفل دي، بضغط عليها. شايفين احنا خصوصيه الحساب، يعني مجرد ما انا اضغط على هنا كده بخليه نشط، بيقول لي هل تريد التبديل الى حساب خاص؟ لن يتمكن سوى متابعيك فقط من رؤية الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، ولن يؤدي هذا إلى تغيير من يمكنه مراسلتك أو الإشارة إليك أو ذكرك. يعني اللي هيشوف الصور والمقاطع الفيديو بتاعتك المتابعين بتوعك، وأي حد عاوز يشوف الصور مش من متابعينك لازم تقبل إضافته كمتابع ليك. هتضغط على تبديل إلى حساب خاص، هتلاقي إن دي خلاص بقت سحبت لهنا كده، خلاص انت كده حسابك بقى حساب خاص، واي حد احتاج ان هو يشوف صورك او فيديوهاتك على الانستجرام لازم يعمل لك متابعة، ومن بعد المتابعة انت بتقبل المتابعة دي او بترفضها، وعلى اساسها اذا اصبح من المتابعين عندك بيقدر يشوف صورك وفيديوهاتك على الانستجرام. اتمنى يكون الشرح سهل وواضح، وفي استفسار اتمنى اشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو عايز تفيد غيرك اعمله مشاركة، لو مش مشترك معنا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون من المشتركين معنا. متنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.